لما نتحدث عن فراس بريكان، احنا من زمان ما شفنا هداف سعودي قناص مع المنتخب. خلينا نتخلى دوري روش، نتكلم عن المنتخب. من زمان ما شاهدنا لاعب بهذه النوعيه، لاعب رايق الاستلام، التسديد، التمركز بشكل صحيح. فمنتخب سعودي اشتاقنا نشوفه بصراحه بهذا الشكل من كل النواحي، دفاعيا وسط وايضا هجوميا. هذا شيء يكاد يكون مفقود الان. اللاعب السعودي صار حريص على اكله، حريص على نومه، حريص على قدرته البدنيه. ليش؟ لان اذا شفت رونالدو، انا اول واحد دخل التمرين واخر واحد يطلع، اذا شفت رونالدو اكثر واحد مهتم بغذائه، وهو جاب كل هذه الاشياء وعمره 40 سنه، فانا بطبيعه الحال استحي على نفسي اقول طيب اللاعب هذا اللي حق كل شيء يسوي زي كذا، انا وش عذري؟ فهذا صراحه من الجوانب اللي اثرت كثير على عقليه اللاعب السعودي. مانشيني ماشي بالطريق الصحيح للمنتخب السعودي، 9 مباريات رسميه بدون خساره، وهذا شيء يحسب لمانشيني في قياده للمنتخب السعودي. نقطه مهمه جدا وكنت اتمنى بندر يقولها عن فراس، انه يكون يعدي محمد نور، سلمان الفرج، نواف العابد، سعد الحارثي، بعد تسجيل الهدفين وصل إلى 9 أهداف. وهذه يمكن دائما احنا نقول لعيب الأجانب يفرضون سيطرتهم على لعيب المواطنين، لكن فراس أثبت أن اللاعب الجيد، اللاعب اللي عنده مجهود كبير جدا، اللي يتعب على نفسه يفرض نفسه في أرضية الملعب، وهذا ما حاصل مع فراس البركان في الدوري روشن في السعودية. فأعتقد أنه من النجاحات الكبيرة بالنسبة لي على صعيد المنتخب الوطني السعودي هو مانشيني في مسألة اعتماده على اللعيبة الشبان. تكلم عن ريان حامد، تكلم عن مصعب الجوير، عن الشنقيطي، عن متعب الحربي، عن فراس البريكان، هذول كلهم أقل من 23 سنة وكلهم كانوا أساسيين في مباراة اليوم. تكلم حتى عن اللعيبة اللي في الدكة، أسماء كثيرة على مستوى الدكة. فأعتقد أنه مانشيني يحاول يخلق منتخب شاب، منتخب يمتلك خبرة وتجارب كثيرة. هذا مصعب هدف الجميل سجله بعد اسيست جميل. نعم. في منتخب خلينا نقول عانى في سنوات فقد فيها كرة اللاعب. بعد الخروج من كأس آسيا أعتقد ما له أي عذر في أي إخفاق لا قدر الله قادم. المنتخب السعودي يضم عناصر بصراحة مستوياتهم الفنية عالية، جايين من أقوى دوري تقريبا نقدر نقول حتى على مستوى القارة الآسيوية وحتى على مستوى الشرق الأوسط. نعم. أصبح عارف الوضع بشكل عام، عارف اللاعبين، عارف المستويات، عارف الوضع النفسي للاعب السعودي وكذلك اللاعب الآسيوي. فالمنتخب السعودي يعني يمتلك لاعبين مهارتهم عالية مثل فراس، مثل سالم، مثل غريب، حتى الغنام بصراحة كظهير أيمن لاعب جدا مميز يقدر أن نقول يزاحم على هذا المركز سعود عبد الحميد لاعب الهلال. نعم. فالمنتخب السعودي يستحق. شوف التمريرة هذه من غريب، تمريرة جدا جميلة، غريب بصراحة لاعب مميز، أفضل اللاعبين وأمتع اللاعبين، مهاري ودوري الجميل فيه أنه يلعب يعني في الطرف يكون متميز، وأيضا في إذا لعب في العمق أيضا يكون متميز، اللي يصنع لكريستيانو ويقدر يصنع لإيلا. غريب يعني متكون أمام صناعة. لا لا لاعب جميل، لاعب جميل الأمانة يعني. كريستيانو. طيب كابتن بندر، أنا أيضا مرافقة مع غريب، أنا بالنسبة لي واحد من أمتع اللاعبين أمانة آسيويا هو غريب، لاعب يستحق الفرصة. لمست جرح عميق جدا في كرة القدم السعودية. تكلم عن المهاجم اللي سجل، أو المهاجم اللي برد قلبك على قولتهم. فراس من الأشياء المميزة فيه أنه قدر خلنا نقول ينجح في دوري مليء بالنجوم، مليء باللاعبين اللي تقريبا أهدافهم العالمية قاعد تكلم عنهم. يعني ما في إلا لاعبين فقط في الدوري السعودي من الخط الأمامي يلعبون بشكل أساسي مع أنديتهم. تكلم فقط عن فراس البريكان اللي عنده أعلى معدل مساهمة في التسجيل، وتكلم عن سالم الدوسري اللي هو يعتبر أفضل لاعب أو الحائز على جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي. هذول اللاعبين الاثنين هم اللي لقوا مكان وفرصة أنهم يشاركون أو أثبتوا. ما ظهر بالشكل الجيد، يمكن من وجهة نظري انه ما اخذ الفرصة الكافية على اساس انه يقدر يعطيك مثل ما نحن نشوفه الان الثقة اللي كان يمتلكها في النصر، كيف طريقة لعبه. الان نشاهد غريب بالشكل الطبيعي اللي احنا عهدناه سواء كان في دوري روشن. ايضا إصابة بعد، هو ما كان محظوظ، وواحد من اميز وافضل اللاعبين. ممكن العين كانت في المباراة هذه تحديدا ضد باكستان كانت على واحد في خط الوسط اسمه مصعب الجوير، عمره 20 سنة، قدم واحدة من أروع وأجمل المباريات اللي ممكن تشوف فيها لاعب شاب
بهذا الأداء، بهذا خلنا نقول الهيجان في خط وسط الملعب. يعني رجل قاعد تحكم برتم وعمل وضغط الفريق خط الوسط، زائد الحالة الدفاعية وعودة الفريق في ثلثها الأخير. يعني تكلم عن لاعب عمره لسه 20 سنة، واتذكر في قبل تقريبا أسبوعين كان اللاعب نفز، لاعب منتخب البرتغال ولاعب نادي الهلال، قال كان يتكلم عن مصعب الجوير على أنه واحد إذا كان من أفضل اللعيبة في الدوري السعودي فهو أفضل لاعب شاب في الدوري السعودي. طبعا ترى ما تزامن معه الأسبوعين لأن مصعب راح إعارة للشباب ونفز كمل في الهلال. صرنا نشوف الدوري السعودي السنة هذه مدربين خاصين للكثير من اللاعبين، صرنا نشوف خلنا نقول تقنيات حديثة في مسألة الاستشفاء التمارين، صرنا نشوف حتى الاحتكاك يفرق، البعد الفني والفهم العميق لأساليب اللعب للمدربين صارت تفرق في اللاعب السعودي. تطور كبير ممكن ما تلاحظه في يوم وليلة، ولكن اللي مثلا بيغيب على الدوري السعودي 5 سنوات وبيجي تابعه الآن بيقول وش ذا. اللي جاي بالنسبة لي أيضا هي عودة سلطان الغنام الظهير الأيمن، مهم جدا عودة سلطان الغنام بعد المشكلة اللي صارت في كأس أمم آسيا. هذا الشيء يعني كانها رسالة مانشيني، أي لاعب عاقبته وما شارك كأس آسيا ترى إمكانية العودة واردة بعد ما رجعت لكم سلطان الغنام. هذا هو المطلوب أكيد، هو المطلوب هو الاستفادة من الاحتكاك من اللاعبين العالمين لرفع المستوى العالي لقيمة اللاعب السعودي. كابتن عبد الرحمن، يعني المسا منك بأن أو المسا من الكباتن أيضا بأن مانشيني يحقق المطلوب منه، هو عنده هدف، هو الهدف تأهل إلى كأس العالم، خل حتى بعد خروجه من كأس آسيا، وذكر الأهداف للمستقبل. هو الآن وضع لمساته وبدأنا نلمس لمسات مانشيني مع المنتخب، صحيح؟ صحيح، نعم. الأسلوب والطريقة اللي اتبعها مانشيني مع منتخب السعودي قدر فرضها على اللاعبين، واللاعبين بدأوا يطبقونها بالشكل الإيجابي. طبعا ما وصل إلى 100% في تطبيق هذه الخطة، لكن مع المباريات المتقدمة المباريات القادمة ممكن نشوف المنتخب السعودي بهذا الأسلوب بهذه الطريقة حتى وصوله إلى كأس العالم إن شاء الله بإذن الله. أكيد نتمنى توفيق للمنتخب السعودي والأخضر، واحد من أشرس المنتخبات الآسيوية، ودائما معودنا على تواجده في كأس العالم في الفترات الأخيرة، واللي ضمن تأهل لكأس آسيا وأيضا في التصفيات النهائية لكأس العالم. إذا أنا المهم عندي خلال المباريات اللي شفتها المنتخب السعودي مع مانشيني أن اللاعبين هضموا الطريقة اللي يبغيها وفرضها مانشيني على المنتخب السعودي، أنه يلعب بثلاثة قلوب دفاع، وهذا خلال المباريات شفناها. يعني اللاعبين خلاص عرفوا هذا الفكر اللي موجود وبدأوا يطبقونها بشكل صحيح خلال المباريات. يعني كابتن عموتة عمل كبير جدا فني على هذا المنتخب، جعله منتخب متجانس مترابط، قوة في الدفاع قوة في الهجوم بشكل كبير جدا. أمانة الثلاثي موجود في الأمام، التعمري نعيمات علوان، قوة هجومية ممكن يتغلبون على أي منتخب، لأن فعلا هذه اللاعبة على إمكانيات عالية مهارات عالية، والاثنين يخدمون بعض في هذه